المرة الجاية. تمام. النهاردة بقى يا حلوين هناخد درس تحديد قانون حساب لسه الحسم. انا سألتها في ده الجامعة. أسهل بكتير، وده أسهل بكتير من المرة اللي فاتت. المرة اللي فاتت عشان كنا نجيب الحجم، كنا بنجيب كم طبقة أفقية ونشوف كم مكعب في كل طبقة أفقية، وكنا بنشوف كمان أو الطبقات الرأسية ونشوف كم طبقة في الطبقة الرأسية. المرة دي هنعمل إيه بقى عشان نحسب الحجم؟ وده أسهل بكتير من المرة اللي فاتت. هنجيب الطول والعرض والارتفاع ونضربهم هما الثلاثة في بعض. يعني بصوا كده للشكل اللي قدامنا ده، عندي طول وعندي عرض وعندي الارتفاع. فين يا مس الطول ده كده اللي هو الأفق اللي نايم ده؟ فين العرض اللي هو على الجنب ده؟ فين الارتفاع اللي واقف ده؟ ارتفاع الصندوق ده ارتفاع الصندوق. طيب يعني الطول هنا كام؟ ادي 1 2 3 4 مربعات. لو عدينا المربعات دول هنلاقيهم كام؟ 4، يبقى الطول 4. لو عدينا هنا العرض 1 2 3 هنلاقي ان العرض 3. لو عدينا الارتفاع هنلاقي دي 1 2 يبقى الارتفاع 2. احنا هنعمل ايه في الحجم؟ هنضربهم هما الثلاثة في بعض، 4 في 2 في 3. اسهل حاجة بالنسبة لك وانت بتضرب، خد دايما الارقام الصغيرة الاول اضربهم في بعض. يعني انتوا عندكم الاتنين في ثلاثة بكام؟ بستة. هتاخد الستة تضربها في الأربعة، فستة في أربعة بكام؟ بـ24. بس كده تاني. يبقى احنا هنضرب مين يا مس؟ هنضرب الطول في العرض في الارتفاع، الطول في العرض في الارتفاع. تعالوا مثلا هنا عايزين نشوف مين هنا الطول ومين هو العرض ومين هو الارتفاع. الطول يا مس ده 1، نعد المربعات على طول، 1 2 3 4 5، ادي طول 5. العرض 1 2، الارتفاع 1 2 برضو، اللي هما الارتفاع اللي واقفين على بعض دول. يبقى انا ماشي، عشان اجيب وانا الحجم، كده كتبت. عشان نجيب الحجم هنضرب الاتنين في الاتنين بـ4، بعدين نضرب الـ4 في الـ5 بـ20. هنضربهم هما الـ3. ثانية بس، وهقول لك بعد كده نفتح الكتاب على صفحة كام عشان نحل. اوريدي ماشي. الأسئلة دي محطوطة أصلا. الطول هنا بكام؟ هنعد 1 2 3، لقيناهم 3. العرض 1 2 3 برضو، الارتفاع 1 2 3 برضه. يبقى 3 في 3 في 3، 3 في 3 بتسعة، 9 في 3 بـ7، 27. وقلنا وحدة قياس الحجم المكعب، يعني سنتيمتر مكعب، متر مكعب، ديسي متر مكعب. الطول 1 2، العرض 1 2، الارتفاع 1 2 3 4. 2 في 2 بـ4، 4 في 4 بكام؟ بـ16. يبقى انا عشان اجيب حجم المتوازي او المكعب هضرب الطول في العرض في الارتفاع، الطول في العرض في الارتفاع. في مشكلة في الكلام ده؟ ما فيش. تعالوا بقى للقوانين دي، مهمة. عند انتبه كده في الصفحة دي، في صفحة 167، هاتوها لي كده واكتبولي عليها، مهمة قوي عند انتبه دي. احنا عرفنا ان احنا عشان نجيب الحجم بنضرب الطول في العرض في الارتفاع. طب افرض بقى يا مس هو مش عايز الحجم ده، هو عايز الطول. يبقى هخبي الطول، حط ايدك على الطول بسرعة، كل يخبي الطول بصوابعه هيشوف مين؟ هيلاقي لما نخبي كلمة الطول هيلاقي الحجم فوق وتحت العرض في الارتفاع. يبقى انا لو عايزة الطول هقسم الحجم على العرض في الارتفاع. طب لو انا عايزه العرض، خبي العرض بسرعه، هتقسم الحجم على الطول في الارتفاع. طب لو احنا عايزين الارتفاع، خبي الارتفاع بسرعه، هتقسم الحجم على الطول في العرض. يا مس هو ممكن الطول في العرض ده اشيله واكتب بداله مساحه القاعده؟ مش الطول في العرض هو هو المساحه؟ مش المساحه بتساوي طول في عرض؟ فانا بدل ما انا كاتبه كلمتين طول وعرض، قلت انا هحط بدلهم كلمة واحدة، كلمة المساحة. ما هي المساحة هي هي الطول في العرض. يعني انا يا مس لو عايزة الحجم هضرب المساحة في الارتفاع. طب لو انا عايزة الارتفاع هقسم الحجم على المساحة. طب لو انا عايزة المساحة هقسم الحجم على الارتفاع. يعني دايما يا مس لو هو مديني الكبير هقسمه على الصغير يديني الصغير التاني. طب لو عايز الحجم الكبير نضرب. طب تعالوا كده نشوف سؤال عشان الناس تفهم أكتر. تعالوا هنا طلعوا لي صفحة 168، طلعوا لي صفحة 168. يلا
احل انا اول واحدة واخلي كل واحد يحل سؤال. الطول قلنا هنعد 1 2 3 4 5 6، كل يعد معايا. العرض 1 2، واحد اتنين 1 2 واحد بس. اتنين اضرب الاول اللي صغيرين في بعض، يعني 2 في 2 ب 4، أربعة بعد كده اضرب الاربعة دي في مين؟ في الستة. 4 في 6 بكام؟ ب 24. ب24 يلا نبدأ بقى برؤى. يلا يا رؤى احكي لي بقى، مين هنا الطول كام يا رؤى؟ الطول هنا واحد أربعة صح، 1 2 3 4. والعرض؟ في العرض أربعة بر صح، 1 2 3 4. والارتفاع؟ أربعة صح، ادي 1 2 3 4. يعني نضرب 4 في 4 أربعة في أربعة 16، وأربعة في 16 16 في ب 16، 4 20، أربعة في 2، أربعة في 1، أربعة في 2، أربعة في 6. صح، عشان 4 في 6 ب 24، 4 ومعانا الاتنين، و4 في 1 ب 4 وكان معانا 2، يبقى فعلا يعني 4 و6. نعم نعم يا دلوقتي بنت. مش هقول دلوقتي يا تيتشر، خلينا إن احنا نحلل لوحدنا. ما انا والله بخليكم تحلوا لوحدكم، كل واحد بساله سؤال. يلا يا جوري، سؤال رقم جيم. حلو. الطول أربعة، صح، 1 2 3 4. العرض العرض؟ اتنين، صح، 1 2. والارتفاع اتنين. ممتازة يا جوري، 1 2. نضرب الأول الصغيرين 2 في 2. بأربعة، أربعة في أربعة بستة. ممتازة يا جوري. السؤال اللي بعده، يلا يا دان، هاتي الطول وهاتي العرض هاتي الارتفاع. الطول أربعة، صح، العرض اتنين، الارتفاع أربعة، الحجم 32. الله الله، ايه الشطارة الجميل ده. يلا يا حسان، سريعا سريعا، بضيعلك بضيعلك بقى. ماشي يلا يا طول بيستان. خمسة، طول خمسة، والعرض اتنين، والارتفاع اتنين، و20. ماشي، الطول عملتين 5، 1 2 3 4 5، والعرض 2، والارتفاع 1 2 3 4 5. طلع بكام بقى الحجم قلتي؟ الحجم طلع بكام يا بيسان قلتي يا جميل؟ قلت كام يا شباب؟ قلتي 50. ماشي يا بيسان، ممتاز. 5 في 2 ب 10، 10 في 5 ب 5. السؤال اللي بعد، مس، نعم انت ينفع تجيب؟ احنا بنجيب الارتفاع سيدا. ده مش انت اللي جبتيه الواقف ده؟ لا انا قلت غلط. انا ما خدتش بالي، يعني انت ما قلتيش ده. انا قلت ان واحد هما اتنين تلاتة الطول اربعة خمسة خمسة. والعرض اتنين والارتفاع اتنين. لا، ارتفاع الواقف ده، ارتفاع الورقة، ارتفاع العمود، ارتفاع العمارة بتاعي، ارتفاع. تمام. ماشي اللي بعد. مش ممكن انا احل ايوه يا همس، والله الحمد. يسر يا همس. احل ايوه الطول خمسة، والعرض ايوه اتنين، والارتفاع اتنين، اتنين اتنين، اتنين في اتنين باربعة، واربعة في خمسة بعشرين. الله على الشطارة، الله، ممتازة يا همس. يلا السؤال اللي بعده، يلا يا جمانة، عندك طول وعندك عرض وعندك ارتفاع على طول، بدل ما تقعد تعدي المربعات هو راح اعطيهم لك على طول عادي دلوقتي. يعني كل اللي انت هتعمليه بس هتضربي. هنضرب 4 في 8 في 8. يلا يا جودي يا جمان، اضربي. يلا يا جمانة، هنضرب ازاي؟ هنضربها ازاي بقى؟ اضربي الأول 2 مع بعض، يعني 4 في 8 ب 32.
بعدين اتنين رحنا وتلاتين 30 في في الثمانية تمانية الباقي. بميتين بميتين ايه الرقم؟ ثمانية بميتين باتنين بكام؟ ثمانية باتنين بستاشر، ستة ومعانا الواحد الواحد. كملي. ثمانية تلاتة بتلاتة، أربعة. ما بنجمعش دلوقتي، بعد ما بنضرب بنجمع، بعد ما اضرب الثمانية في الثلاثة اجمع عليها الواحد، ما ينفعش اجمع ثلاثة واحد اربعة واقول اربعة في ثمانية، غلط. الضرب الاول وبعد كده بنزود اللي فوقيه. ثلاثة في ثمانية ثلاثة في ثمانية ب 24 ومعانا واحد.24 25 يبقى انا بجمع الواحد بعد ما بضرب، مش قبل ما اضرب، بجمعه بعد الضرب، يبقى 256. ممتاز، يلا نزوده. الطول في العرض في الارتفاع، 3 في 12 في 5. يلا اضربي 3 في 12، جدول الضرب 3، جدول 12، او جدول 12 في 5 براحتك. 12 في 5 بكام، او 12 في 3 بكام؟ يلا يا جودي، جدول 12، 5 في 12 ب 60، و3 في 12 ب 36، فاحنا عايزين نضرب 5 في 12، يبقى 5 في 12 هنشيلها ونكتب بدلها كام؟ 60. نضرب ال 60 في مين؟ في الثلاثة. في الضرب بننزل الاصفار ونضرب الارقام، هنزل الصفر واقول 3 في 6 ب 18، يبقى الاجابه 180. يلا يا عمر، متاخرين ليه يا عمر؟ معلش لينك ما كانش واصل. وما بعتش الواجب ليه يا عمر؟ عمار حل الواجب وبعده. ايه بقى بعته مش لمامتي مفهوم بقى، يا عمر؟ ايه مساعده بعته لمامتي ومامتي بيبعته. ومين تاني مش حل الواجب؟ جمانة مش حل الواجب بتاع المرة اللي فاتت، وجودي مش حلين الواجب برضو، ومين لحله بس تاني؟ كنت لسه لحله بس مامتي ما أنا بعتتش صورت والله حليت. الفيديو يا همس وبعتلك سكرين شوت، يعني المفروض كنا حل الواجب. طيب احنا دلوقتي عايزين الحجم يا عمر، هنجيب الحجم ازاي؟ احنا قلنا الحجم ليه قانونين، والقانونين دول انت لازم تحفظهم عشان انا اسمعهم المرة الجاية ان شاء الله. ايه قانونين الحجم؟ لا اما الطول في العرض في الارتفاع، لا اما المساحه في الارتفاع. تاني يا عمر، تاني يا عمار، قبل ما تدخلوا على طول، قلنا الحجم بيساوي الطول في العرض في الارتفاع، ده القانون الاولاني اللي احنا خدناه. خدنا قانون تاني، شلنا الطول في العرض وحطينا مكانهم المساحه، والارتفاع سيبناه زي ما هي. يبقى الحجم لا اما بيساوي المساحه في الارتفاع، لا اما بيساوي الطول في العرض في الارتفاع. هنا مش مديك طول وعرض، وهنا مديك المساحة، يبقى نضرب المساحة في الايه؟ في الارتفاع. 20 في 12 بكام؟ فالضرب نفس صفر في الاصفار صفر ونفس واتنين الارقام. في أربعة، اتنين في ايوه اتنين في أربعة، واحد في صفر أعكس المكان بصفر. احجز ايه؟ احجز ايه بس؟ في الضرب بننزل الاصفار ونضرب الارقام، هنزل الصفر بتاع ال 20 و2 في 12 ب 24. مش بنذاكر، مش بنذاكر، مفيش مذاكرة شكلها، نسينا المذاكرة يا عمر، زعلتني منك النهاردة. يلا يا أمور، أنا في حمام. طيب يلا يا رؤى، نرجع تاني لرؤى. نضرب 14 في 16. يلا اضربي لي كده 16 في 14، ماشي نضرب 4 في 6. 4 في 6. 4 في 4 2 6 لا في 6. اضربي لي هنا قدامهم يا رؤى عشان يستفادوا منك بتضربي ازاي. يلا أضرب ثاني. 4 في 6، 4 في 6 ب 24، 4 معانا الاثنين. 4 في 1 ب 4 وهنحط صفر يحجز الخانة، 1 في 6 ب 6 و1 في 1 يعني ب 1. بس 4 في 1 ب 4 ومعانا 2 فوق يبقوا 6. طب ما انا قلت يا ميس 6. ما انا ما سمعتش، بالراحه نحجز بالصفر. ها كملي. 1 في 6 ب 6 و1 في 1 ب 1، ماشي وبعدين؟ الناتج هيكون 224. ماشي، جمعت 4 و0 هي هي الأربعة، 6 و6 12، 2 ومعانا الواحد، 1 و1 2 صح، يبقى 224. طب يا مس اللي هينسى بقى، احنا نسينا يا مس في كله نحط سنتيمتر مكعب من أول ما بدأنا هنا، هننقص؟
يعني انتوا رجعوا، اللي نسي يكتب سنتيمتر مكعب زي ما انا بنسيت كده، يرجع يكتب هنا بعد ما يجيب الاجابه سنتيمتر مكعب، انا يحط كاتبه. على سنتيمتر 3، يحط على سنتيمتر 3 ما سنتيمتر مكعب. انا كاتبه. شطور. يلا اللي بعد. يلا يا من جوري، يلا يا جوري. ها تمام، 3 في 3 ب 9 ب 10 ب 99. تمام، الله عليك. 3 في 3 في 10، قال 3 في 3 في 9، و9 في 10 في 90 سنتيمتر مكعب. اللي بعديها ايه ده؟ ده ايوه مع حضرتك. يلا يا جميل. الحجم، ايه لا تاني تاني. تمام، ايه هيبقى الحجم؟ 84 سنتيمتر. شطورة. عملت ايه؟ ضربت التلاتة، بس ده مش سنتيمتر، ده متر بس. تلاتة في أربعة في سبعة، تلاتة في انا أربعة ب 12، قلت اكتب ماشي. حضرتك الاجابه، عرفتوني. 12 في 7 ب 84، فعلا زي ما دان قالت هنا متر، يبقى نحط متر عليها 3 متر تكعيب، يبقى 84 ايوه متر. يلا الصفحة اللي بعديها. بدأ يصعبها شوية، لو جاب لي الحجم اللي هو الكبير اعمل ايه؟ نقول مثلا الحجم ده اللي هو كأن بابا الكبير، ما ينفعش لو اداني الحجم اضربه، لازم نحترمه فهنقسمه، ولو هو اداني الحجم هقسمه، لو هو عايز الحجم كنت هضرب الاطوال الصغيرة عشان يديني الحجم. يبقى هو هنا مديني الحجم اصلا، يعني هو مش عايز الحجم، لا هو عطيك الحجم ب 72، عايز مني ايه؟ عايز مني لناقصين، اعمل ايه؟ اروح اقسم ال 72 على 2 في 3، هي 2 في 3 بكام يا مس؟ ب 6، يبقى 72 على 6، يبقى انا بقسم، يبقى هو لو مديني الحجم احنا هنعمل ايه؟ هنقسم. بس 72 على 6 بتساوي كام؟ بتساوي 12. اللي بعدها نفس الفكرة، مين اللي عليها الدور؟ بيساوي. هنضرب ولا هنقسم؟ هنقسم. ليه؟ لان يعني هو مديني الحجم اللي هو بابا الكبير، ما ينفعش اضربه، بحترمه. هقسم ال 84 على الكام؟ على 7 في 4، يعني على ال 28. 84 على 28 فيها كام؟ بتعمليها قسمة مطولة؟ نيجي كده على جنب ونكتب 84 قسمة 28، هلاقي إن نضرب كده على جنب 3 في 8، 28 28 28 28، يعني نجرب كام 8، نجرب 6، 6 في 8 ب 48، 8 معانا ال4، لا دي تطلع كبيرة جدا، يبقى نجرب حاجة تانية أصغر. نجرب التلاتة، 3 في 8 ب 24، 4 معناه الاتنين، و3 في 2 ب 6، ودي طلعت التلاتة، يبقى 84 قسم 28 وتطلع بكام؟ ب 3. يلا يا بيسان حلي لي رقم جيم، هنعمل ايه؟ خمس. احنا بنعمل ايه؟ بنقسم الكبير اللي هو الحجم اللي هو عطيهوني على مين؟ على الضلعين الصغيرين عشان اجيب الضلع التالت. 3 في 2 ب 6، فقسمت 72 على 6 ب 6. ال15 في 6 وناتج الحياة ايوه، يبقى انا هقسم فعلا الحجم اللي هو الكبير اللي هو 630 على الخمسة في الستة في ال 15. 35. يعني هنقسم 630 على 9. اه ممكن تقسمي 630 الأول على 6، واللي يطلع تقسميه بعد كده على 15، صح برضه؟ بس كده هتبقى قسمتي مرتين، خلينا نقسم مرة واحدة أحسن، تعالي أو نقسم مرتين عادي، أو ممكن نختصر، ما أنا الستة دي ممكن تختصر على 63 أصلا. تعالي كده نقسم الأول 630 على 6، 630 على 6، نشوف مين الأسهل بالنسبة له.
واحد في ستة بستة ونزل التلاتة. تلاتة ينفع أقسمها الستة؟ ما ينفعش، أحجز مكانها بصفر ونزل الصفر ده يساعدها. 30 على 6 فيها الخمسة، طلعت ب105. يعني هقسم بعد كده بقى 105 دي اللي طلعت على 15. ده كده أنا عمالة أقسم كتير صراحة. هندور نشوف 5 في 5 ب25، 5 في 1 ب25، 7. لأ ممكن ندور على حاجة أكبر شوية. 7 في 5 ب35، 5 ومعانا 3، و7 في 1 ب37. يعني طلعت في الآخر 7. طيب في ممكن يعني نحلها بطريقة تانية، تعال نجرب طريقة تانية. نضرب الأول 15 في 6، نضرب 15 في 6 وبعد كده نقسمها على 630. 6 في 5 ب30، 0 ومعانا 3، 6 في 1 ب6 و3 طلعت 90. يعني أنا هقسم 630 على 90، هنقسم 630 على 90. في القسمة الأصفار بتطير، يعني 63 على 9. هدور في جدول 9 مين اللي يديني 63، هلاقي ان 7 في 9 ب63. مين اسهل؟ تهيألي دي اسهل، ان احنا نضرب الاول وبعد كده نقسم، صح؟ مين اسهل يا حنين؟ دي أسهل بصراحة. كده نقسم ولا نقسم ونقسم مرتين؟ تهيألي انك تضربي وتقسمي. ايوه يبقى الأسهل إنك تضربي الأول ده في ده وبعد كده تقسميه على الحجم، تضربي ده في ده وبعد كده تقسميه على الحجم، تضربي ده في ده وتقسميه على الحجم، دي أسهل حاجة. يبقى البعد المجهول اللي طلع 7 متر. هو حد يحط متر مكعب؟ ده طول أو عرض أو ارتفاع، ما بيبقاش غير بالمتر بس، الحجم الوحيد هو اللي بيبقى بالمكعب. يلا مين عليه الدور؟ يلا يا عمر، هنقسم 250 على الكام؟ على 5 في 10، 5 في 10، 5 في 10 يا عمر ب50. سكت ليه؟ وراح فين طلع؟ ماشي، في القسمة يا شباب الأصفار بتطير، هنطير صفر مع صفر. 25 على 5 فيها الكام؟ 25 قسمة 5، 5 فيها الـ5، لأن 5 في 5 ب25. ناس ساكتة ليه؟ يلا يا همس، الجي هاء هنقسم مين على مين؟ 164 على 72. يلا قسمة مطولة. أقرب حاجة هناخد 86، كام في 72 يديني 86؟ أكيد 1 في 72، لأن أنا لو خدت 2 هتبقى كبيرة صحيح، جدا. تمام. 6 ناقص 2 ستة ناقص اتنين أربعة 8 ناقص 7 واحد. وننزل الأربعة 144، هلاقي إن 2 في 72 ب144، وأربعين. يبقى الناتج طلع كام؟ بيساوي 12. يبقى نقول 12 سنتي، لأن ده طول أو ارتفاع، لأن دي مساحة يبقى ده ارتفاع. السؤال اللي بعده، هنقسم ال 240 على ال 30، دايما بنقسم الكبير اللي هو الأول اللي هو الحجم الكبير على الصغير. صفر هيطير مع الصفر، وال 24 على ال 3 فيها الكام؟ فيها ال 8، لأن 3 في 8 ب 24. في حد مش فاهمه؟ منعيدهم تاني. سهلين طيب جدا جدا، قولي مين بس في دول انا أكبر واحد؟ ألف ولا باء ولا جيم؟ مين يعرف؟ مين في دول أكبر واحد؟ تعال كده نشوف مين هيقوله. اكيد مثلا عايز اقول لحضرتك على حاجه. قول يا دان. اكيد الواجب هيبقى امتحانات الادارات. ماشي، مين بقى أكبر واحد؟ ألف ولا باء ولا جيم؟ حد عرف؟ حد عرف مين في دول أكبر واحد؟ نحلهم يعني ولا مش شكل؟ هيبقى هنجيب مساحة كل واحد منهم ونشوف مين الحجم، سوري، ونشوف مين الكبير. يعني انت هتمسكي اول واحد تجيبي حجمه عشان تعرفي هو مين الكبير. يعني هنضرب 5 في 50 في 20، 5 و50 في 20، في الضرب بنزل الاصفار ونضرب الارقام. يعني انا عندي صفرين هينزلوا ونضرب، 2 في 5 بعشرة. ب10، و10 في 5 ب50.
يبقى اول واحد طلع حجمه 5000 سنتيمتر مكعب. تعالوا نشوف التاني، هنضرب الخمسين في الخمسين في الضرب، بننزل الاصفار ونضرب الارقام، هننزل الصفرين، وخمسة في خمسة ب25، يعني طلع 2500. يعني ده كده صغير عن الألف، يعني الألف أكبر منه، يبقى الباقي هنستبعدها عشان هو عايز الكبير. تعالوا نشوف الدال، الجيم، هنضرب الخمستاشر في العشرة في العشرة، هننزل الأصفار ونضرب واحد في واحد في واحد، واحد في خمستاشر بخمستاشر، يعني طلع 1500. يبقى مين أكبر واحد؟ أكد جيم الخمسة. 5000 ألف يبقى أكبر واحد فيهم هو مين؟ ألف، ألف لأن جيم طلع 1500 بس، وباء طلع 2500. أكبر واحد وألف 5000 سنتيمتر مكعب. طب يلا مين واحد، مين هيقول لي مين أصغر واحد هنا، ألف ولا باء ولا جيم؟ الأصغر، ثانية مس أصغر واحد، أصغر واحد. باقي مس باء انتي بقى شفتيها من الشكل كده صح؟ اه ماشي صح، هي فعلا بقى يبقى أصغر واحدة. تعالوا نتأكد، هنضرب الأربعة في الثلاثة في العشرة. بس باقي مس اصغر واحدة اصغر واحدة واحدة اصغر واحدة عشرة في ثلاثة في 30، هنزل الأول الأصفار ونضرب ثلاثة في أربعة ب 12، يبقى 120. ده أول واحد. التاني هنضرب ثلاثة في ثلاثة في خمسة، ثلاثة في ثلاثة ب 9، وتسعة في خمسة ب 45، يعني صغير فعلا. اللي بعده ثمانية في ثمانية في ثمانية، ثمانية في ثمانية ب 64، و64 لما نضربها في 8، 8 في 4 ب 32، 2 ومعانا ال3، و8 في 6 ب 48، 48 و3 49، 50 51، تطلع 512. فعلا اصغر واحدة ايه، فعلا اصغر واحدة 45. الصفحة اللي بعدها، طبعا انتوا عارفين الواجب على طول امتحان الادارات، يعني انتوا هتحلوا الواجب صفحة 172. ايوه بالظبط كده. تحركها تحرك دلوقتي، عايز حاجة؟ هاتولي صفحة 171 الأول، يلا طلعوا لي مية صفحة وسبعين 171. 171 حجم خلاص. متوازي المستطيلات، قلنا حجم متوازي المستطيلات ليه قانونين، ايه هما القانونين؟ ها يلا يا حلوين، الطول، الطول العرض، الطول في العرض العرض في الارتفاع او ايه تاني، ثاني او مساحة القاعدة، مساحة القاعدة في الايه، في الارتفاع. يبقى لا اما المساحة في الارتفاع، لا اما الطول في العرض في الارتفاع. القانونين دول انا هسمعهم المرة الجاية. مديني متوازي سؤال طوله 5 وعرضه 3 وارتفاعه 4، عايز حجمه يبقى هضربهم في بعض. ممكن نقولها 5 في 3 في 4، 3 في 4 ثلاثة ب 12، و12 ب 5 ب 60. متوازي مستطيلات طوله 7 ممكن و6 و10، يبقى هنضربهم في بعض. 7 في 6 ب 42، وهننزل الصفر تبقى 420. بالضرب ننزل الاصفار ونضرب الارقام. هنا مديني الحجم الكبير، يبقى انا هقسم بقى، هقسم ال 324 الكبير على ال 12 في 9. 12 في 9 بكام؟ 12 في 9 ب 108، مية وثمانية ب 108. يعني احنا هنعمل قسمة مطولة، هنقسم ال 324 على 108، تطلع بكام بقى؟ لمست الأرقام 3 ب 24، هتطلع فعلا بثلاثة، هتطلع بثلاثة. صح، هتطلع فعلا ب 3. يبقى الناتج هيطلع هنا فعلا 3. ايه الأرقام الخزعبلية دي؟ حرام ولا حرام. خزعبلية ولا خزعبلية ولا حاجة يا ست، فين الخزعبلية دي؟ مش عارفة أقولها حاجة، أنت قلتيها إزاي؟ طب كنت بتدرب. طوله بيساوي عرضه، يعني إيه طوله بيساوي عرضه؟ يعني هما الاتنين قد بعض، وكمان بيساوي الارتفاع، يعني هما التلاتة زي بعض. إيه الرقم؟ يبقى إذا كان طوله 5 يبقى حجمه إيه؟ يبقى الطول ب 5، يبقى العرض برضه 5 والارتفاع 5، لأن هو قال لي هما التلاتة بيساوي بعض. يبقى 5 في 5 يعني في 5 يبقى 180، كام؟ يعني 5 في 100 في 5 25 أيوه، زعبالي 25 في رقم 5 زعبالي و8 رقم عجيب. يبقى 125. 5 في 5 في 5 ب 125. متوازي مستطيلات الحجم، مديني الحجم يبقى انا هقسم، طالما مديني بابا الكبير ما ينفعش اضربه، اقسمه.
ال 360 على 12 في 6، 6 في 12 بكام؟ تمام، 270. 40. سؤال هقول لحضرتك على حاجة واحدة بس ثواني صريحة يا يعني. جميل، ثواني يا ألف، ثواني. تعالوا نقسم ال 360 على 72، لو ضربنا 5 في 2 ب 10 صفر ومعانا الواحد، و5 في 7 ب 35 واحد، هيجي فعلا 36. بصوا كده، 5 في 2 ب 10 صفر ومعانا الواحد، 5 في 7 ب 35 واحد، 36، يعني فعلا طلعت ب 5. بس ممكن أحل سؤال؟ مديني بقى عشان الوقت بس، قولي على طول، يلا قولي لي اللي بعده حليتيه ولا قولي. لسه. مديني الحجم، بابا كبير ينفع خليك اضربه؟ تقولي الإجابة على طول. قولي. 8. طيب نشوف، مديني بابا الكبير نقسمه ال 280 على 5 في 7 ب 35، يعني انا هقسم ال 280 على 35. انت قلتي ب 8، تعالي نشوف، 8 في 5 ب 40 صفر ومعانا ال 4، و8 في 3 ب 24، 24 و4 28. ممتازة يا رب، ممتازة، صح 8. تعالي نشوف اللي بعده، برضه مديني بابا بعدها انا الكبير، معرفش اجابتها. مديني برضه الحجم، يبقى اقسم برضو يا ميس، اقسم طالما مديني بابا الكبير ما ينفعش اضربه، اقسم على طول. 45 على 5 فيها 9، لان 5 في 9 ب 45. هنا بقى لا، هنا عايز بقى الحجم مش مديهوني، يبقى انا هضرب 20 في 12، 240. هنزل الصفر الاول ونضرب 2 في 12 ب 24 تبقى 240. الشكل اللي قدامنا عايز مننا نجيب الحجم، هنضرب الطول في العرض في الارتفاع، ايه ده في ده في ده، التلاتة في بعض، 6 في 8 ب 48، ونضربها في ال 30، في الضرب بننزل الاصفار ونضرب الارقام، يعني 3 في 8 يمس ب 24، 4 ومعانا الاثنين، و3 في 4 ب 12 ومعانا 2، يبقى 14440 سنتيمتر مكعب. حجم المتوازي ده هنعد، 1 2 3 4، 20 واحد اتنين، واحد اتنين ثلاثة تلاتة، يبقى صح. تلاتة في اتنين في ستة، ستة في أربعة، 24 24. سنتيمتر مكعب، أو واحدة مكعبة عشان احنا مش مديني سنتي، يبقى نقول واحدة مكعبة بس، يعني هنكتب كلمة واحدة مكعبة، واحدة مكعبة. اللي بعد ده هنا عايز المساحة، ومديني بابا الكبير، مديني ال 72، يبقى اقسم وما ينفعش اضربه، 72 على 8، لا، يبقى تسعة ب 8 تسعة تسعة 32. تسعة تسعة شطار شطار شطار. اسمعت يا رضيع.